يقول السائل: عندنا شقق للتأجير ونشترط عدم تركيب الدش وإدخاله، فخف إقبال الناس على الشقق فخفضنا الإيجار، فهل يكفي هذا أم لا بد من اشتراط عدم إدخال التلفاز أيضا، علما بأن هذا يؤدي إلى نفور المستأجرين أو عدد منهم عن مثل هذا النوع من الشقق، فما هو اللازم شرعا؟ أحسنتم في هذا التحفظ من تركيب الدشوش، لأن الدشوش تجلب المحطات الفضائية الفاسدة، فأنتم أحسنتم في اشتراط عدم تركيبها. ولو نقص الآجار وإقبال الناس، فالذي يحصل فيه بركة إن شاء الله، الذي يحصل لكم فيه بركة. وأما مسألة التلفاز الذي ليس فيه دش فهذا أخف ضررا من التلفاز الذي فيه الدش، فإذا علمتم أن صاحبه يستعمله في المنكر فلكم أن تمنعوه من ذلك وأن تخرجوه منه. أما إذا كان يستعمله استعمالا عاديا، يستعمله استعمالا عاديا ولا يستعمله في أمور محرمة، فلا مانع من ذلك.